دجانة دجانة أيوة شغلة دجانة حازم أكمات واحد مش راضي هاي أحمد وهاي ناصر أنا خالته أنا
الرحمن الرحيم. يلا يلا صوت عالي. عادل محمد عدنان. بطل. يلا شو اسمك؟ رني معدول محمد. شلون شلون صوت عالي. يلا شلون شلون سينار بطلي. تبارك ممتازة. الهدف من إقامة المعرض والبازار هو إظهار قدرات هؤلاء الأطفال، هذه الفئة المهمشة في المجتمع. بهذا العمل تثبت أنها هي قادرة. لهذا وضعنا عنوان لهذا المعرض البازار: نحن قادرون أن نصنع، قادرون على العمل، قادرون على التعلم، قادرون على العطاء. التطوع إشي بده يكون منبعه من الداخل، يكون في إشي عطاء فيه. يعني إذا أنت ما كانش عندك هاي المبادرة أو هاي الروح صعب إنك تعطي، بس كل شخص إلا يكون فيه هاي روح العطاء، بس بدك إنك تشجيع لإلها. مثلا أنا هون أول ما إجيت كمتطوعة ومدربة للأمهات، بعدين شفت هدول الأطفال الصغار حسيت إنه لازم ينشغل عليهم لأنه عندهم إمكانية إنهم يشتغلوا، وبديت أشتغل معهم شوي شوي. يعني مزبوط بأخذوا مجهود كبير، بدهم تعب كبير، بس يعني إنه هم قادرين إنهم يشتغلوا هذا الشغل. شو اسمك؟ ما شاب وكا. قديش عمرك؟ أربعة. مين أنا؟ تين. احكي فصول السنة قديش؟ سبعة. على صوتك. حتى أهمية هذا المعرض له دعم كبير طبعا لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، دعم كبير. أول إشي إنه إحنا عملنا كتير وسائل بالنسبة لأولادنا، خاصة لذوي اللي عندهم ضعف في السمع، فهذا الإشي بكون له دعم كبير لأولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة. عندي طفل جبتها على هاي الجمعية عندها عجز بالسمع، طفلتي عمرها 4 سنوات، أنا تقريبا يعني من سنتين حطيتها بهاي الجمعية. جمعية كتير ممتازة، جمعية رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنا بشكرهم شكر عميق يعني أنا وجميع الأهالي، لأنهم كانوا دور كبير في تربية هاي الناس، ويعني بذلوا جهد كبير وعطاء كبير لأطفالنا. وأنا بناشد من بركم الكريم، من بركم الصوته عالي، بناشد الرئيس الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء إنه يهتم ويدعم هاي الأطفال، لأنه صدقا يعني هاي المؤسسة الجمعية البسيطة الصغيرة شوف كم فرحت من هاي الأهالي، ويعني كم نمت من هاي الأطفال. يعني أنا طفلتي ما كانت لا تحكي ولا تكتب ولا تعرف أحرف، وبجهدهم وبالأخص جهد الست سوزان مشكورة، وجهد الست ندوة اللي بذلت جهد كبير عشان بنتي وعشان
لأن الحمد لله رب العالمين هلأ وصلت يعني مواصيل كتير كويسة وممتازة. وأنا بناشد الرئيس محمود عباس إنهم يهتموا في هاي الفئة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني دكتور رامي أنا شخص كثير بحترمه وتعاملت معه وأنا طالب بالجامعة، والزلمة عنده عطاء وعنده خير كتير الحمد لله رب العالمين. أنا بناشده من هذا المنبر إنه يدعم هاي المؤسسات ويدعم هاي الأطفال على أساس إنها كتير على نطاق أوسع من هيك ونطاق أكبر من هيك. وبشكركم شكر كبير وشكرا لكم لكل إنسان حي في هاي البلد. معرض متميز حقيقة، حلو، إنتاج ممتاز من فئة بحاجة لكل دعم وكل تأييد لهم، كتير مرتب حقيقة، في متنوع، الزاوية التعليمية كتير مرتبة وكتير حلوة، وفعلا إذا يعني هاي الزاوية بتتم استخدامها لأطفال الجمعية بصفوف المختلفة، حقيقة إنتاج تشكر الجمعية عليه جدا. حتى نظهر للجميع بأنهم لا يوجد فرق بينهم وبين الأصحاء، إذا استطاعوا أن يقدموا فهم سيقدمون مثلهم مثل الأصحاء. أنا بتمنى كل شخص عنده روح العطاء إنه يقدم، يعني يمد إيد العون لهدول الأشخاص ويساعدهم، لأنه مثل هاي الفئة هم أمس حاجة لأنه إنك تساعدهم وتطلعهم على المجتمع. أنا بوجه كلمة لجميع المؤسسات ولجميع العام القائمين على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إنهم يدعموا بشكل كبير هاي المؤسسة ويدعموا كمان أولادنا أطفالنا لو ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنهم بحاجة ماسة لهذا الدعم، وهم بمثل حاجة لدعمهم. وأكثر دعم بكون موجه لازم يكون موجه لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم من فئة أبنائنا. الرسالة اللي بحب أوجهها للجمهور حقيقة إنه كل فرد عنده إعاقة من نوعية مختلفة، ما في واحد الكامل، الكمال لله، لكن يعني هذا المعرض بيعطي رسالة للناس إنه زيادة العناية والاهتمام ممكن إنه يكون منتج فاعل للمجتمع بدل من يكون معتمد على الآخرين. ممكن إنه إذا حدا رعى مثل هيك جمعيات، جمعية ذوي الاحتياجات، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات الأخرى اللي في البلد، أكيد راح يكون في إيد تمتد لهؤلاء الأطفال المعاقين، وراح يكون من وراهم يكونوا جزء من في المجتمع الفلسطيني المنتج مش معتمد على الآخرين. المشاركين في المعرض جميع الأطفال الذين يستطيعون أن يقدموا أي عمل، موظفات مدرسة التأهيل والجمعية بأكملهم. طبعاً اعتمدنا على الفنانة القديرة لوريت التي قامت بتوجيه المعلمات والأطفال والعمل على إنجاح هذا المعرض والبازار. بالنسبة لاهتمام الجمعية، احنا بنشكر الجمعية شكر كبير، جمعية رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هي الجمعية اللي دعمت أبنائنا واحتضنتهم، ولولا هاي الجمعية ما كنا نعرف كيف بدنا ندعم أبنائنا، فالجمعية دعمتنا وإحنا دعمنا أبنائنا. فأنا من خلال تلفزيونكم بوجه الشكر كبير لهاي الجمعية، للي قائمة على رئيسة الجمعية الست سراب، ومن خلال تلفزيونكم برضو بوجه شكر كبير جدا للست سوزان اللي كانت الدعم كبير بالنسبة لتدريس ابني، وشكر كبير جدا وحار للست ندوة اللي دعمت ابني أكبر دعم بالنسبة لتأهيله للنطق، لأنه يا ست سوزان والست ندوة أنا لما جبت ابني على هاي الجمعية ما كان يعرف لا بالنسبة للحكي ولا بالنسبة للتعليم، ما كان يعرف يكتب. فأنا تفاجأت يعني ابني بخلال شهرين، يعني بالحمد لله الشكر الأول لله والشكر للست سوزان إنه خلال شهرين كان ابني كثير كتابته ممتازة جدا من خلال الأرقام من خلال الكلمات. بالنسبة للست ندوة دعمت ابني الدعم الكبير بالنسبة لنطقه، كان ابني نطقه ضعيف جدا شبه معدوم، فدعمت ابني واعطتني المعلومات الكافية كيف أنا أتعامل مع ابني. فأنا يعني عن جد بشكر هاي الجمعية شكر الكبير كبير، يعني ألف شكر.
شكر لهم ولجميع الموظفين القائمين في هاي الجمعية.